انت هفكرك هفكرك حفر تفريقة قناة السويس تم ازاي الراجل بالليل ابو ابو ورنيش اللميع ده اللي اسمه مهبة قال للسيسي نحفر ونعمل مش بالليل الساعة ستة الصبح السيسي كلمه قال له انت لسه ما نمتش قال له اه ما نمتش قال له ليه قال له اصل في برغوت في الفراش مش عارف انام منه قال له يا راجل سيب البرغوت ومحفر احفر الترعه كده اهو مش انا اللي قلت ده مهمه مش نفسه اللي قال تخيلوا قرار دمر اقتصاد مصر كلها طبقا لكلام محافظ البنك المركزي الاستاذ العقده عشان واحد صاحب واحد قال له ما تيجي نحفر ترعه قال له يا راجل الترعة، قال له والله سهله جدا قال له يا راجل سهله ازاي؟ قال له والله سهله انت بس مالكش دعوه توكل على الله وتعالى نحفر الترعه دي قال لا لا لا, لا. لما مشي وراح ينام في بيته قال لك كلمني على تليفون الرئاسه وقال لي انت نمت؟ قال له لا قال له طب احفر الترعه وحتى لما جم يعملوا الدراسات للترعه قالوا له ثلاث سنين قال لهم لا لا ده حفر على الناشف سنه واحده في البلاد المحترمة وفي البيوت المحترمة الناس بتاخد القرارات بناء على دراسات على معلومات على سؤال الخبراء يا أخي القرآن الكريم من 1400 سنة قال اسألوا أهل الذكر فلما تيجي تحفر حاجة زي كده تجمع الناس تقول لهم انا طالع في دماغي اشوف ميه تانية واحفر ترعه فواحد يجي يقول لا خلي بالك اقتصادنا واحد تاني يقولك لا خلي بالك الحمامات عندنا ممكن تضرب واحد تاني ممكن يقولك لك معلش ممكن يجي لك ميه زرقاء على العين اي حاجه بقى لا ده ده قال محفر المهندسين قالوا ثلاث سنين لهم ده حفر على الناشف سنه واحده هكذا تدار البلاد وكانها قسما بالله صاحب الطابونه ما يعمل كده